وزعت مؤسسة توكل كرمان الدولية سلالا غذائية للنازحين الذين شردتهم حرب الميليشيا. وقالت منسقة المشروع حياة الذبحاني إن المؤسسة وضمن مشاريعها الخيرية استهدفت 200 أسرة نازحة من مديرية الوازعية ومنطقة العفيرة في ريف تعز. وأضافت أن هذه الدفعة هي المرحلة الثالثة لتوزيع السلال الغذائية التي تقدمها المؤسسة للنازحين في عدد من مديريات محافظة تعز. ننفذ اليوم المرحلة الثالثة لإغاثة النازحين من منطقة العفيرة وكذلك الوازعية. استهدفنا 200 أسرة ب 200 سلة غذائية، وسعدنا كثيرا بما رأينا من فرح الناس وابتسامتهم بهذه الأشياء البسيطة، إلا أنها تعني لهم الكثير كما قالوا في ظل هذه الظروف الصعبة. في هذه الظروف الصعبة وفي هذا الوقت الضيق، و نشكر القائمين على التوزيع ومن حضر إلى هذا المكان وتكبد المشاق، ونطلب المزيد من كل الخدمات والفراشات والبر وتفقد أحوال النازحين، ولو كانوا يعملون لنا مستشفى صحي ولا وحدة صحية، على أساس في ناس يمرضوا ما فيش معهم حق علاج من النازحين.